السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كريم من قناة فوت 31. قبل الدخول في موضوع اليوم، نعتذر لمشاهدينا ومستمعينا الكرام عن هذا الغياب الطويل نوعا ما، وهذا لأسباب شخصية. والحمد لله أنا عدت إليكم، وكل أمل أن نقدم لكم وبإذن الله يوميا كل ما يهم كرة القدم الجزائرية وحتى الدولية، وكذلك أخبار المنتخب الوطني الجزائري. ولهذا نطلب من الذين لم ينضموا إلى قناتنا، قناة فوت أترونتيا، وهذا بتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل ما هو جديد من قناتنا بكل صدق ومصداقية. موضوع اليوم سنتناول فيه هوية الفرق المنتمية للقسم الوطني الثاني الممنوعة من الانتدابات في فترة الانتقالات الصيفية، وهذا قبل انطلاق الموسم الجديد 2022-2023. فقد كشفت رابطة الهواة التي يرأسها علي مالك هوية الفرق الناشطة في القسم الثاني الممنوعة من الانتدابات، ويتعلق الأمر بفرق النصر، حسين داي، وداد تلمسان، ساري غيليزان، أولمبي المدية، وهذا الرباعي، والنازل من القسم الوطني الأول إلى القسم الثاني. إضافة إلى هذه الفرق نجد كل من اتحاد عنابة، شبيبة سكيدة، جمعية عين مليلة، مولودية سعيدة، مولودية العلمة، اتحاد الحراش، مولودية قسنطينة، شباب باتنا، جمعية وهران، رائد القبة، جمعية الخروب، ترجي مستغانم. وحسب رابطة الوت، لكن الخبر لم تنشره هذه الرابطة، أن بعض هذه الفرق قد تدفع ثمن ديونها المتراكمة على الرابطة وعلى الاتحادية غاليا. وعلى رأس هذه الفرق النصر، حسين داي، اتحاد عنابة، وفريق شبيبة سكيكدة، إضافة إلى جمعية عين مليلة وسريغ غيريزان. فهذه الفرق قد تجد نفسها في أدنى القسم، على غرار ما حدث في نهاية أو في مطلع الموسم الماضي لفريق دفاع تجنانت، حيث استحال على مسير هذا النادي تسوية مستحقات ديون النادي المتراكمة على الاتحاد الجزائري لكرة القدم. فتقرر إنزال الفريق إلى أدنى قسم، وفريق دفاع تجنانت الذي سبق له لعب الأدوار الأولى في بطولة الرابطة المحترفة الأولى يستوجب عليه العودة إلى المنافسات الرسمية من القسم الولائي الثاني لرابطة ميلا، وهو ما قد يحدث لفريق النصر حسين داي وللفرق التي سبق وان ذكرت من قبل، حيث تعاني هذه الفرق من كثرة الديون، وإدارة هذه الفرق يستحيل عليها تسوية كل تلك الأموال، خاصة وأن العديد من اللاعبين الذين سبقوا حمل ألوان الفرق السالفة الذكر يطالبون بمستحقاتهم المالية، والكثير من هؤلاء لجأوا إلى لجنة المنازعات التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل الحصول على أموالهم، وهو ما دفع بالاتحاد الجزائري لكرة القدم بمراسلة جميع الفرق السالفة الذكر بضرورة تسوية ديونها قبل بداية الموسم المقبل، وإلا ستحرم من الانتدابات، بل أكثر من ذلك قد تمنع من دخول البطولة. وكما سبق الذكر قد يحدث لهذه الفرق ما حدث لفريق دفاع تجنند.
وإضافة إلى هذه الفرق، الكثير من الفرق التي تنشط في القسم في قسم بين الرابطات تعاني من ديون تقدر بالملايير، على غرار فرق اتحاد بلعباس الذي تقدر ديونه أكثر من 10 ملايير، فريق اتحاد البليدة الناشط والآخر في بطولة ما بين الجهات ديونه تناهز 5 ملايير. وكل هذه الفرق مطالبة بتسوية مستحقاتها المالية في أقرب وقت، بل قبل بداية الموسم المقبل، وإلا ستمنع ليس من الانتدابات بل من دخول المنافسات الرسمية. نضع نقطة نهاية هذا الموضوع ولن نلتقي في موضوع آخر. هو كريم يحييكم تحية حارة متمنيا للجميع دوام الصحة والهناء، وإلى أن نلتقي في موضوع آخر من مواضيع كرة القدم الجزائرية، دمتم في رعاية الله وحفظه، وخير الكلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.